لقاء جديد كيتمنى بكم مشاهدينا على القناة الأولى باش نقدموا لكم كيف ما تعودتوا شباب كيبحثوا على الشهرة والنجومية. وفي هذا الأسبوع معنا سارة تيكايا ممثلة، مارسيل نجيب فنان تشكيلي، جهاد المغربي مغني، ودنيا مانكا. خليكم معنا، هادشي كله غادي نقدموا لكم من دابا شوية. يا عاشقة للمسرح والسينما، دخلت لهذا المجال وهي صغيرة وكملت الدراسة ديالها في باريس. من بعد رجوعها للمغرب شغلت مع مجموعة كبيرة من الأسماء على مستوى الإخراج بحال علي الطاهري، دريس شويكا، وإبراهيم الشكيري. أهم أدوارها دور البطولة في مسلسل أحلام نسيم. كنقدم لكم سارة تيكايا. السلام عليكم، مرحبا بكم عندي، معكم سارة تيكايا. بقاو معايا باش تعرفوا عليا أكثر. بديت بالمسرح ملي كنت صغيره، كنت كنتعلم في لي زيكول لي بيز دو تياتر لي كانوا في المدرسه. اونسويت جي في لا ميثود دو لاكتور ستوديو في ا باري. مون بروفيسور ايتي جويل بوي. لا ميثود كتوريك ne pas jouer mais être le personnage. يعني تكوني بصح البيرسوناج ديالك، ماشي كتمثلي ولا. Donc voilà, عملت 2 ans de l'acteur studio. ومن بعد جيت المغرب كيف كل سنة كنجي للعطلة. و جي تي بريز في لا سيبل دو إبراهيم شكيري. سميرة هواري كانت البطلة وهي اللي قدمت لي المخرج والمونتاج. دونك سيتي مون بروميي رول هنايا في المغرب. دونك مع إبراهيم شكيري. En 2010, j'étais avec Brahim Shkeri, un téléfilm qui s'appelle La Cible, ma Samira Houari. Ensuite, وقفت شوية حيت كانت العربية ديالي شوية معكلة. دونك بديت كنتعلم شوية، خديت ان كوتش وداكشي. ومن بعد صورت مع علي طاهري كوميتراج اللي سميتو امنيزيا، اللي داز في المهرجان ديال طنجة اون كومبيتيسيون، مي مربحش مالوغوزمون. ومن بعد صورت مع دري شويكا un téléfilm qui s'appelle Les Trois Filles, ma Touria Alaoui. بعد صورت أحلام نسيم، مسلسل ديال 30 حلقة اللي أنا البطلة، مع يونس ميغري، أمل عيوش، عمر لطفي، محمد خويي، قال لي كوميديان دو لي زارتيست دو سينما. On fait ce feuilleton ديال علي طاهري وحميد زيان. ولي ملي تخليني امي خليت لك الماء، رحمته واسعه وكبيره. تي بنتي باش مقطوعه الشجره. Ensuite, le court métrage ديالي امنيزيا داز في المهرجان كيف ما قلت لكم، وشافني عادل فاضلي اللي من بعد اختارني بور لا بريغاد. دونك فوالا، مازال ما كملناش التصوير، بقى لينا 10 ايبيزود. فوالا شفتو جو بونس لي ايبيزود اللي دازو في رمضان، وباقي ان شاء الله غنصورو داكشي من بعد. ما فهمتيش بان اليوم المراه تقدر تخدم بحال الراجل. دير لي زونكيت جري. كما قلت لكم جاني واحد الغول ديال جوديا في المسلسل ديال علي طاهري 30 حلقه. دونك من جاني المسلسل جاني واحد السيناريو قد هكا. في الاول كان عندي مشكل مع العربيه كما قلت لكم قبل، مي ركزت عليه وبقيت شهرين سد عليا في بيتي، وبقيت عليه حتى تعلمت مزيان.
Par contre, on ne me donne jamais des rôles comédie. Donc, je lance un appel à tous les réalisateurs marocains, français, outre-mer, américains. J'aimerais beaucoup avoir un rôle comédie. C'est moi. La comédie, c'est moi. C'est Sara Tekaya. C'est la comédie. C'est Yanima. Je vais pas jouer un rôle. Ça va être moi vraiment. J'espère que vous avez passé un bon moment avec moi. Je tiens à remercier tous les gens qui me suivent depuis le début. Je tiens à remercier Idaal Oula. Je tiens à remercier tous les réalisateurs qui m'ont fait confiance. Et je tiens à remercier une personne en particulier, c'est ma maman, qui m'a donné l'envie de faire du cinéma. Voilà, bisous à tous.